ايه الحاجات ممكن تبقى متشابهة ما بين هنادي مهنأ ومريم، وايه الحاجات اللي مختلفة تماما؟ المختلفة تماما الهدوء قوي. انا مش هادية كده في الحقيقة خالص يا حبيبتي، اطلاقا ماليش علاقة بالهدوء ده، ما يجيش مني. بس انها بتعدي مشاكل كتير دي حاجة في شخصيتي، يعني انا مش من اول مره بتعصب وباخد موقف وكده، لا لا لازم ابقى موقف ورا تاني ورا التالت ورا الرابع. بس الرابع ده مش هيبقى كيوت برضو زي اللي انا عايزه اتطلق وبمشي، لا لا الدنيا بتتقلب خلاص. يعني في موضوع مش بتنسحبي وهدوء؟ لا خالص مفيش. ما بنسحبش انا ممكن انسحب. خد بالك يا احمد، الموضوع شائك جدا. هو عارفني. قوليلي اتفرج احمد على المسلسل. كان مبسوط قوي وكان الكومنت اللي هو شايفه، وانا بحترم قوي كومنتات احمد عامه في اي حاجه متفرج عليها، يعني ان كنت هاديه وكنت براسية كده، ودي حاجه عجبته قوي. وذاكر معايا حاجات كتيره جدا، فدي حاجه كنت بقعد اصحي اقول له انا بكره عندي مشهد كشك، عشان كنت بخاف من كشك عشان هو ممثل حلو قوي. طب وذنبه ايه احمد؟ ما هو عشان هو راجل واشتغل مع كشك فهو فاهم. فانا مش بقول له مثلا قوم ذاكر لي مسلسل، لا قوم ذاكر لي مشهد كشك، اللي هو ما ينفعش ابقى وحشه قدام كشك عشان كشك شاطر قوي. فاللي هو عندي مشهد كشك بكره. واحمد يصحى من النوم؟ لا هو يعني بيساعدني، بس والله بيساعدني كتير. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليكم لبعض. محطه مهمه بالنسبه لهنادي مهنا، والحقيقه ان هي ملفته بالنسبه للدراما اللي موجوده. مره تانية في جمهور اصغر سنا، اكثر شبابا من متابعين التلفزيون، تفاعلوا جدا مع الحدوته ومع التفاصيل ومع الجمل اللي اتقالت.